قبل ما نسمع منك انا احنا عايزين نفهم بقى كمشاهدين ايه الفرق بين الانشاد والابتهال. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. احنا تعلمنا الإنشاد من أسيادنا زي ما سيدنا الشيخ شعبان قال برضه عندنا زي ما هي المدارس طبعا الشيخ نصر الدين طوبار بقى والشيخ النقشبندي والشيخ أحمد التوني يعني عندنا قائمة هائلة. احنا بحكم ان يعني مصنفين شوية ان احنا ميالين يعني متصوفين فاحنا طبعا الأبيات الشعرية اللي احنا بنقولها معظمها بتبقى من التراث الصوفي معظمها ولكن تمام. في دلوقتي مدارس في الشعر بيكتبوها اللي هي بنقول منها الابتهال. الابتهال هو ابتهال بيكتب كشعر والمبتهل بيقول انا بكلم بالعامية عشان بس الناس تفهم معناته ايه. تمام. الابتهال بيكتب ابيات شعر وبيقول نديها لعم الشيخ شعبان هو بيرسيها باسلوبه وبعطائه واولا واخيرا المعلومة اللي كنا بنتحدث فيها والشيخ شعبان الفتح من الله سبحانه وتعالى. تمام ونعم بالله. ايا كان ان لم يكن فتحا للقارئ او المبتهل صحيح. الله سبحانه وتعالى لا يوصل صحيح. ما بيوصلش للقلب الناس صحيح. ده بالنسبه للابتهال. اما الانشاد على العموم من اللي هي القصائد وبيردوا علينا في القصائد زي مثلا المسك فاح زي قمر دي بنسميها مجمل الانشاد. اوكي عظيم. في مجمل الانشاد اما الابتهال هو المخصوص بابيات شعريه من اللغه العربيه بقافيه ووزن وضبط ايوه تنطق وتقال على فم الايه المبتهل. هذا هو الفرق. ده الفرق بين الاثنين. اما الانشاد عامه بينوب عنه ان موجود فيه الابيات العاميه زي مثلا حضرتك برضه بتسمع حاجات في العاميه في الانشاد صحيح كانت بتتقال صحيح صحيح. هو ده الفرق بين الاثنين. ولكن قائمة الإنشاد في الأول وفي الآخر بيقولوا المنشد فلان الفلاني. المنشد هو بيخص كل الإنشاد بقى من ابتهال وتواشيح وأشمل من الابتهال وأشمل طبعا الابتهال تخصص عظيم يعني جزء فرع فيه زي إذاعة قرآن كريم. يعني احنا في الإذاعة ما ينفعش ان احنا نقول يعني ننشد نقول حاجة عامية باللغة العامية. تمام. لازم يكون لغة عربية بقافيات وبوزن وكل شيء.